السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. رسالة استغاثة مني إلى سيدي الأمير الشيخ تميم، وإلى سيدي الأمير الوالد، وإلى الشعب القطري العفيف الشريف. وجهت رسالتي استغاثتي هذه لما حصل لي من ظلم يا جماعة، وأنا دخل الله ثم دخيلكم، وأنا في وجه الله ثم وجهكم، يا سيدي الأمير ويا سيدي الأمير الوالد ويا شعب قطر، يا شعب كعبة المظلوم، اللي حصل لي شيء والله ما شفته في حياتي، ولكن بلغ السيل الزبا، يشهد الله. قضيتي أبي أختصرها بالمختصر المفيد، وأبي فزعتكم بالعدل والحق والإنصاف، بس هذا اللي أنا أبيه، أبي الإنصاف في قضيتي يا جماعة، ومن الظلم اللي أنا لقيته من مجلس القضاء للأسف الشديد مجلس القضاء ظلمني، وأنا والله يعني ما تعرضت له إلا شكوى كيدية، وباعتراف مجلس القضاء نفسه. يا جماعة الخير، أنا خدت لي خدامة مؤقتة لمدة 3 أيام من مكتب، خدتها ورجعتها، وجهت لي تهمة بالاغتصاب، قلنا تمام البلد بلد قانون ونظام، تموني، قلت ما عندي أي مشكلة بيني وبينها الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي بعد 8 أيام وأنا موقوف يا جماعة، هاي في تاريخ اثنين، يعني في تاريخ يناير 22، يعني في عز البرد. تقرير الطبيب الشرعي أتى كالحاصل، هذه المرأة لم تمارس الجنس من مدة طويلة، ولم تتعرض لأي عملية اغتصاب، سليمة، وقالوا توكل على الله أنت بريء. بعد 2 أو 3 شهور تقريبا استدعوني، قالوا والله في الخبير البيولوجي اللي تابع حق الطبيب الشرعي في عينات. ما هي العينات؟ قالوا، وطبعا انا اعطيتهم عينه من لعابي، ما مانعت يعني، اعطيتهم من عينه من لعابي، قالوا في ادله عليك. ما هي الادله؟ قالوا في حيوان منوي وفي لعاب. زين يا جماعه، يعني اذا كان هذا الكلام صحيح في تقرير الطبيب الشرعي ما عندنا مانع، لكن اذا تقرير الطبيب الشرعي برأني من التهمه، وهذه المره متعرضه من الاغتصاب، يعني هذه قضية كيدية عيانا بيانا، وهذه المرأة خادمة عندي، والإبرازات جات من الزبالة، هي مطلع علي. يعني أنا في ذيك الليلة أنا في غرفة زوجتي من الساعة 10 لـ6:30، وجاتي وظيفتها أصلا تنظف الزبالة يا جماعة، أخذت الإبرازات من الزبالة من الواقي الطبي ومن اللعابي ومسحت فيها جسمها. تقرير الطبيب الشرعي يا جماعة برأني كما برأ الذئب من دم يوسف. سألتكم بالله، هذا بتقرير مهمة، تقرير الطبيب الشرعي برأني، يعني هذا مبين واضح وضوح الشمس، ها، ان هذا شكوى كيدية، خلت بها ومسحت بها جسمها من الزبالة، افرازات الزبالة. الله يعزكم عز الملائكة، اعذروني يعني اقول التفاصيل عشان تبين القضية بتفاصيلها، ما في شيء مبهم. ودنت وتوقفت، عقبها طلعت بكفالة، وسنة ونص أنا ممنوع من السفر. على أي أساس يا جماعة؟ على أساس قضية كيدية، عندي شهود، زوجتي شاهدة، دريول سواق جنب غرفتها أقل من مترين، غرفة زوجتي أقل من مترين في شهر يناير، لا أثار اغتصاب، لا جسمها مبين فيه علامات رضوض أو شموخ أو عنف أو أي شيء، أو ملابس مقطعة 14 مكون، يعني اللي هو فراشة وهذا، لا يتوجد عليه أثار عند الطبيب الشرعي أبدا، يعني عيانا بيانا هذه شكوى كيدية. وأنا قلت إن شاء الله يعني أن الطبيب الشرعي أن النيابة إن شاء الله بتنصفني، لا حولتها محكمة ابتدائية، قلت المحكمة الابتدائية إن شاء الله بتنصفني وتبين الحق من الباطل. للأسف أتفاجأ بعد ما دخلت المحكمة الابتدائية حكموا عليه 10 سنوات كاملة، حولوها على الاستئناف، قلنا الحمد لله وصلنا خير، الاستئناف أكيد أنه بينصفني
بعد هذا الحكم الجائر. للأسف الاستئناف ما كمل والله من 3-4 أيام حكم علي تثبيت 10 سنوات كاملة ثابتة. علي أساس يا جماعة، علي أساس 10 سنوات كاملة وأنا ما سويت شيء. تقرير الطبيب الشرعي، تقرير مهمة، وطبيبهم الشرعي اللي تابع لهم برأني كما برأ الذئب من دم يوسف. بأي حق أنت تديني ب10 سنوات ومعاي شهود وزوجتي شاهد أنا معاها من الساعة 10 للساعة 6:30؟ يعني الشكاوى الكيدية يا جماعة والمكاتب اللي تسكرت وانتوا تدرون عنها، ها الشكاوى الكيدية اللي حفظت في النيابة كلها على هالقطر من الخادمات، شكاوى كيدية. أنا الخادمة هذا طالبة من المحكمة 500,000. يا جماعة سألتكم بالله، أنا في وجه الله ثم وجه سمو الأمير ثم في وجه سيد الأمير الوالد ثم في وجه ودخيل الله ثم دخيل الشعب القطري إنه ينصفني وينصرني بالحق والعدل. أنا ما بفزعة ولا استعطاف، أنا بالعدل وبالحق وبالإنصاف، والله غيرها أنا ما أبي. أنا أدان وأنا ضحية؟ يحكموني كجلاد وأنا ضحية؟ لا والله يا جماعة، أنا والله ما انضام أنا في كعبة المظلوم، شهادة لله، ولا أنضام وهالقطر معاي ولا أنضام إلا بالحق. إن كان لهم حق والله يأخذونه مني بدل 1/10، لكن أنت تتهمني ويبرئني الطبيب الشرعي؟ لا بتربط تقرير الطبيب الشرعي ها بالخبير البيولوجي اللي تابع حق الطبيب الشرعي، 1 ب2 و2 في 1 ما ينبكون. زين العينات اللي عند الخبير البيولوجي من وين جات؟ إذا ما حصل الاغتصاب بتقريرك أنت، هذه المرأة لم تمارس الجنس من مدة طويلة ولم تتعرض لعمليات عنف لا في جسدها ولا في ملابسها ولا في أي عضو من أعضائها. إنزين العينات هاي من وين جات؟ سألتكم بالله وين جات؟ أبي أفهم من وين جات؟ ما يعرفون. كملوها علي يا جماعة وحكمها إلى 10 سنوات. هذا مجلس قضاء ولا مجلس القضاء على المواطنين؟ وجهت كلمتي لله ولرسوله وسيدي الأمير الشيخ تميم وسيدي الأمير الوالد اللي شفنا الخير على يدهم بعد ما استلم، ولا سكننا بيوت ولا سكننا خير إلا بعد ما أمير الوالد مسك الدولة هذه وابنه الشيخ تميم. وأنا في وجه الله ثم في وجه شعب قطر، تكفوني هالقطر، تكفوني هالقطر، أبيكم تنظرون في أمري وقضيتي. إن كاني على حق فانصروني، وإن كاني على باطل فعاقبوني، وبيض الله وجهكم دنيا وآخرة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.